بعد وصوله إلى باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الكبير للشعب العراقي، متعهدا بالعمل مع شركائه على تعبئة المجتمع الدولي لصالح العراق. ماكرون كتب في موقعه على تويتر أن هناك تحديات كبيرة بالانتظار، وأن فرنسا تريد دعم الشعب العراقي، مضيفا أنه يمكن للعراقيين الاعتماد على تعهداته، مشددا على العمل مع شركاء فرنسا الدوليين في تعبئة المجتمع الدولي لصالح العراق.